دلوقتي انا اتجاه الضوء بتاعي جاي من الشباك مثلا، وليكن من هنا خلاص اعمل رصاص ان الضوء عندي هيمشي في الاتجاه ده كده، تمام. يبقى انا عندي الظل هيجي فين؟ هيجي في الجزء ده، يعني عندي الجزء الظل دايما بيجي في اتجاهين، فانا هيبقى عندي مثلا في الجزء ده. شوف دلوقتي طيب ازاي ممكن ارمي الظل. احضر لون جراي، ممكن نجربه، مكنش فيه مية كتير عشان بس ما يسيحش اوي. خلاص وهاجي في اتجاه الظل وهعمل بسن الفرشة او بفرشة رفيعة، ويفضل تكون فرشة رفيعة بالشكل ده كده، تمام. وهنا نفس الكلام، لو النور جاي من الشباك التاني هيكون العكس. طيب ده بالنسبة للظل اللي بيترمي على الأرض، وهكذا برضو الترابيزة. طيب بالنسبة ان الجسم ذات نفسه فيه ظل ازاي؟ يعني مثلا ايد الكنبة دي هترمي ظل على المكان بتاع الجلوس يعني اللي تحت، وهكذا برضو الظهر بتاعها بالشكل ده كده، برضو هنا هيكون في ظل كده، هنا هيكون النور جاي، فهنا هيكون الجزء ده أغمق والجزء ده أفتح، تمام. الأجزاء دي تبقى غامقة شوية، والجزء ده كمان هيبقى غامق شوية. هنا برضو نفس الكلام، يعني النور جاي هنا، فالكرسي ذات نفسه هيكون في ظل من الناحية دي، المخدة دي هترمي ظل على الكرسي، ماشي. الظل ده ممكن اعمله يا اما ان انا زي ما انا عملت كده بالفرشة بلون رمادي، يا اما اللون ذات نفسه بتاع يعني مثلا الكنبة دي هيكون لونها ازرق، فانا عندي الكنبة كلها تكون فاتحة، وفي اماكن الظل نفس درجة الازرق دي بس اغمق شوية. خلاص شيل بس المية، هكذا اي حاجة عندي هترمي ظل في نفس الاتجاه.